فيديو النهاردة بإذن الله هو المحاضرة رقم 13 في الرينال. الفيديو اللي فات اتكلمنا عن الأسيد بيز بالانس بكل تفاصيله، اتكلمنا على الثلاث طرق كوسائل حماية لمواجهة الأسيدوزس. كيميكال بفر يشتغل خلال ثواني، وعرفنا أنواعه وإيه الفاكتس المهمة بالنسبة له. تكلمنا عن الريسبيراتوري، دور اللنج مودريت افيشنسي، وده بيشتغل خلال دقايق. واتكلمنا عن الرينال يشتغل في خلال ساعات وايام، وعرفنا ان الكيدني بتعمل دورين، تتخلص من الهيدروجين اين، هيدروجين اين سيكريشن سكندري وبرايمري، والنقطه الثانيه هو زيادة البايكارب ري أبزوربشن. عشان أزود البايكارب ري أبزوربشن عندي قصتين، بافرينج باي فوسفيت، والقصة التانية هو الأمونيا. أما الري أبزوربشن of already filtered بايكارب، أنا مش بزود مخزون الألكالي في الدم، بالعكس أنا برجع للدم اللي نزل في الفلتر، مجرد الحفاظ عليه. اتكلمنا عن الفاكتورز اللي تأثر في الهيدروجين سيكريشن، الخمسة فاكتورز. النهاردة هنتكلم عن أسيد بيز ديستيربنس، عن الخلل، أسيدوزس أو الكالوزس. الأسيدز هتزيد في الدم بنوعيها، فولاتايل أسيد اللي هو الكربونيك، أو الفيكسد أسيدز الأحماض الثابتة زي سلفوريك لاكتيك فوسفوريك، الحاجات دي يا ترى هنتعامل معاها ازاي؟ بما ان انت بتقول ديستربنس يعني معناه مش هنقدر نتعامل في البداية، الخلل هيحصل، ثم نشوف يا ترى جسمنا يقدر يعمل كومبنسيشن تعويض او لا. نفس الكلام في الألكالي، وده مهم قوي، هنقول زاد الألكالي يبقى الكالوزس، أو إن الألكالي قل بالعكس يبقى الأسيدز هي اللي زادت. عايز أفكرك بالفيديو اللي فات، قلتلك لو اللنج فشلت تتخلص من الكربون دايوكسيد أو تخلصت منه بزيادة، أنا بتهمك يا لنج في ايرور، في خلل. مين اللي يصلح هذا الخلل؟ هو الطرف التاني في المعادلة. عشان كده النهاردة هرجع تاني أفكرك بهندرسون هاسلباخ إكويشن. المرة دي مش مجرد إثبات للقانون جه منين، لأ، النهاردة هو تطبيق للقانون للريشيو. كل خلل هيحصل النهاردة هنعرف هو نتيجة لخلل في الريشيو السولت على الأسيد. معادلة الهندرسون إن الـ pH يساوي pK زائد log salt over acid. إحنا الخلل كله في الريشيو دي، لأن الثابت هو هو ثابت، الديسوشيشن في البايكربونيت هو 6.1، ثابت الديسوشيشن للفوسفيت هو 6.8، فالثابت لن يتغير تماما. اللي تغير الريشو، وحنشوف الريشو هتتغير ازاي. فكل خلل عايز اعرف ايه اللي تغير في الريشو، يا ترى السولت ولا الاسيد؟ دي النقطة الاولى. النقطة التانية، ايه سبب الخلل؟ هل عيب في اللنج ولا الكيدني؟ السبب النقطة التالتة مهمة قوي، هو الكوركشن، نصلحه ازاي؟ دي البداية بتاعتنا. طيب نيجي نفكر بعض بالمعادلة عشان هركز على حاجة مهمة. log salt over acid هو ده اللي هيتغير معانا. فاكر في البايكربونيت بفر انا قلت ايه؟ قلت ان الثابت 6.1 زائد
اللوج ده هو 20 على 1، لوج 20 1.3 هو ده اللي هيتغير. ده لما يتغير بحيث انه يقل، ال 1.3 قلت، نفترض بقت 1. طب 1 زائد 6.1 بقت 7.1، يبقى ال pH قلت عن النورمال. النورمال arterial pH 7.4. يبقى كده ده acidosis، هيدروجين ايون زاد. واتفقنا الفيديو اللي فات هناك علاقة عكسية بين تركيز الهيدروجين ايون وال pH، والعكس صحيح. اذا الريشيو دي زادت، يعني ال 1.3 مثلا بقت 2، مش هنقول 2 قوي، يعني 1.5 زائد 6.1 الثابت، يبقى 7.6، يبقى ال pH عالية، الكالوزس. الكلام ده هو اللي هنتكلم عليه. طيب عايز افكرك بحاجة، السولت كان باي كربونيت. طبعا مش لازم اقول صوديوم باي كربونيت، NaHCO3. اتفقوا في العالم كله لو قلت لي HCO3 انا هفهم ان قصدك صوديوم باي كربونيت، لان الصوديوم اهم كاتايون في الاكسترا سيلولار فلويد، وده شرحناه الفيديو اللي فات ازاي بنزود الصوديوم في الدم، صوديوم بايكربونات، نكون بايكارب جديدة حسب مصدر الصوديوم اللي نازل في اليوم. الكربونيك أسيد قلت لك الفيديو اللي فات، الأسيد ده يتفكك بسرعة إلى CO2 زائد مية، صعب أقيسه، علشان كده هنعوض عنه ببريشر CO2. تمام، ده مهم جدا، ده الكلام اللي قلناه الفيديو اللي فات. عشان كده من هنا ورايح هنثبت مفهوم، لما اقول لك ريشيو تقول لي بايكارب على CO2 بريشر. الكلام ده بيجي مسائل، اجيب لك CO2 بريشر كام، الطالب الشاطر يكون حافظ النورمال. طبعا حديثا بقينا بنحط للطلبة النورمال رينج بين قوسين، زي كتب المعادلة USMLE تقول لك مش لازم الطالب يبقى عارف النورمال كام، انا هحطها له وهو على اساسه يعمل interpretation، يبتدي يترجم معاي. طيب نبص بقى مع بعض، الريشيو 20 على 1، فكرة الموضوع ايه؟ نفترض ان CO2 pressure عالي زاد في الدم، طبعا ده احتمال، اذا زاد في الدم يبقى انا الوم مين؟ هتقول لي الوم الرئه، لان ده فولاتايل اسيد. الرئه قالت انا متخصصه فقط في اسيد واحد هتخلص منه، كربونيك اسيد، يتفكك للسي او 2 بلس ووتر والسي او 2 اكسبايرد، دي شغلتي. وقلنا الفيديو اللي فات ازاي اللنج تتعامل مع الأسيد، لو زاد الهيدروجين آيون نتيجته هايبر فنتيليشن، بس مش أي هيدروجين آيون، هيدروجين آيون مصدره فولاتايل أسيد، حمض متطاير. طيب فنشوف بقى مع بعض، السي او 2 بريشر نفترض 50 مليمتر مركري، الحالة اللي عندي سحبت لها عينة دم arterial وقست ضغط السي او 2 طلع الرقم ده، النورمال 40، يعني اذا السي او 2 بريشر هيزيد اهو. زياده السي او 2 بريشر means respiratory acidosis، وده اول احتمال عندنا، اول خلل. على فكره احنا عندنا اربع انواع من الخلل، أولهم ده الاحتمال الأولاني. طب عايز أفكرك أنا ليه سميتها respiratory acidosis، معناها إن لو العيب في الكلمة الأولى respiratory مش هنقدر
نعمل هايبر فنتيليشن. الرئه متهمه، كان المفروض المريض ده ينهج ياخد اكسجين ويتخلص من سي او 2. انت يا لنج ما قدرتيش، السي او 2 زاد ادى الى داب في الميه وعمل كربونيك اسيد اللي هو زاد فادى الى اسيدوزس. دايما في الطب العنوان يتكون من مقطعين، المقطع الاول هو السبب والمقطع الثاني هو النتيجه. السبب ريسبيراتوري، النتيجه اسيدوزس. طيب انا عايز اسال، اللنج ليه فشلت في اداء مهمتها؟ الطالب الشاطر دايما يمشي بالترتيب، اوعى يجي في دماغك مجموعه اسباب وتقولها لي بالصدفه. لا، هل يا ترى ابتدي الاسباب دلوقتي؟ العيب في اللنج؟ لا، قد تكون اللنج سليمه لكن العيب في مركز التنفس respiratory center اللي شرحناه السنه اللي فاتت. respiratory center حصل له depression، احنا وقفناه. ايه اللي يوقف مركز التنفس؟ افكر، مورفين، حقنه مورفين بجرعه كبيره، او انجري، اي اصابه حصلت. فده السبب الاولاني respiratory center. السبب التاني بقى، الريسبيراتوري سنتر سليم لكن المشكله في عضلات التنفس، ريسبيراتوري ماسل باراليسز. هتقول لي عضلات التنفس فيها مشكله؟ اه، زي الديافرام. انا اتولدت بشلل اطفال، بوليو مايلايتس. الشلل ده مخليني مش قادر اتنفس كويس. طيب قد يكون الريسبيراتوري ماسل سليمه. بص بقى العيب في اللنج، حطيته السبب الثالث، هو ده الطالب الشاطر. ما تحطش لنج ديزيز نمبر 1، لا، كترتيب منطقي للاحداث انا اجي رقم 3. طيب ايه المشكله اللي في الرئه اللي تمنعني اعمل هايبر فنتيليشن؟ نفكر بكلام الريسبيراتوري. نفترض اني اول حاجه اللنج فيها ميه زياده، بالمونري ايديما، فاكر سيرفاكتانت قليل، ده سبب. سبب تاني بالمونري كونجشن، الرئه محتقنه بدم زياده نتيجه ليفت سايد هارت فيلير، او عندي نيمونيا، عندي التهاب رئوي، او عندي نيمو سوركس، هواء دخل في البلورا نتيجة ستاب ووند، طعنت سكينة أو مطوة في التشيست وول. يعني عايز تقولي أي حاجة هتخلي اللنج دي كولابسد، الرئة دي بتتطبق، الرئة مش قادرة تعمل اكسبيريشن. ما هو أنا عشان أعمل اكسبيريشن لازم الألفيولاي تعصر نفسها وتعلي البريشر جواها أكتر من الأتموسفير. كلام زمان اللي قلناه في الريسبيريشن. ايه اللي منعك يا بالونه يا الفيولاي؟ قالت انا جوايا ميه زياده عامله لي مقاومه، جوايا دم زياده، او فايبروزس من الاول انا متليف، الرئه دي تليفت كشت قوي مش قادره انها تعمل مجهود. مفيش الكلام ده، مفيش خالص. كل الكلام ده يؤدي الى فشل في الرئه. يبقى اسباب كتير، وممكن يبقى انفيزيما، كل الامراض كرونيك اوبستراكتيف لانج ديزيز. ماشي، يبقى عرفنا النقطه الثانيه. يبقى اول نقطه عرفناها في خلل في الريشو. مين اللي في الخلل؟ السي او 2 هو اللي زاد بسبب عيب ريسبيراتوري، واستعرضنا الثلاث اسباب. ارجع تاني وافكرك بالريشو، هنعمل مع بعض دلوقتي لعبة بسيطة. ارجع بالذكريات لورا 10-12 سنة، ما كنت لسه في كيجي ولا اولى ابتدائي. هنعمل ريشو دومينيتور ونومينيتور، بسط ومقام، وتعالى دلوقتي نجرب. اهو
ادي ال HCO3 البايكربونات السولت على CO2 بريشر. المفروض الطبيعي الريشيو تساوي 20، ده العادي. طيب جيت عند CO2 وحطيت لك سهم بالاحمر. عايزين نتفق مع بعض اتفاق في الفيديو ده، كل ما تلاقي سهم بالاحمر ده معناه ايرور، هو الخلل. انا وحدت اللون في الفيديو كله، يبقى هنا في خلل بالاحمر، زاد السي او 2. فاكر السي او 2 كان كام؟ كان 1، الريشيو 20 على 1، 20 بايكارب 1 سي او 2 بريشر. بما اني ضغط السي او 2 زاد، هدي مثال من عندي بقى 2، وجيت عند البايكارب وقلت لك كويستشن مارك، يا ترى لما يكون السي او 2 كريشيو 2 وانا عايز الريشيو تطلع 20 البرودكت، يا ترى البايكارب يبقى كام؟ كلام بقى بتاع السيزر، طرفين في وسطين اللي خدناه زمان في المدرسه، هنضرب 2 في 20 يبقى 40. ايه ده؟ البايكارب بدل ما كان 20 to 1 لا بقى 40 ل 2 علشان تبقى الريشيو ثابته. فطالب قال لي يعني افهم من كلامك ان اذا زاد السي او 2 بريشر كايرور او كخلل الكدني اتعوض، وده الكلام اللي حضرتك قلته النهارده. ايوه الكدني اتعوض ازاي؟ تزود الباي كارب ري ابزوربشن. وهنا الطالب الشاطر لا يذكر ري ابزوربشن اوف اوريدي فلترد باي كارب، تذكرها ليه؟ مش ده اللي بيعمل نيو بايكارب فورميشن في الدم، لا. يعني معنى الكلام علشان نعوض لازم لو واحد زاد التاني يزيد، سي او 2 بريشر بقى عالي فالتاني يعلى زيه، اهي لازم البايكارب يزيد. هتشرح هنا في الكوركشن دور الكيدني ازاي بتزود البايكارب، والكيدني هنا في الحالة دي لازم تعمل ايه في الهيدروجين؟ فكر، هو انا عندي اسيدوزس، اعمل ايه في الهيدروجين؟ اتخلص منه ولا لا؟ واتخلص منه، الكيدني عايزه تأدي دورها. وخلي بالك ان دايما الباي كارب ري ابزوربشن هو سكندري او تابع للهيدروجين سيكريشن. بص بقى معايا على السلايد دي، السي او 2 بريشر زاد كخلل بالاحمر، اما الطرف الثاني البايكارب زودته بالاسود. اي سهم تلاقيه باللون الاسود ده رمز الى كومبنسيشن، هو ده التعويض. اذا ده زاد التاني يزيد زيه. طب لو السي او 2 بريشر قل، هنشوف الاحتمال التاني. يبقى ده اول احتمال عندنا respiratory acidosis. الاحتمال التاني، سحبت منك عينة دم والسي او 2 بريشر لقيتها 30، ايه يا دكتور ده؟ دي قلت عن الطبيعي. وكل مرة بفكرك النورمال بين قوسين 40، سي او 2 قل، تقول لي طب ما هو كده اللنج كويسة، ما هو قللت السي او 2. اقول لك لا، لازم اللنج تثبت السي او 2 بريشر عند 40. يعني لو سي او 2 زاد شويه تقلله ل 40. طب لو السي او 2 بريشر قل عن 40 اللنج تعمل ايه؟ اللنج لابد لو قل عن 40، بص بقى معايا، تبتدي تقلل الفنتيليشن. لنج تقول لك لا مش هتنهج دلوقتي، انا عايز السي او 2 يعلى عشان يوصل الى البيز ليفل بتاعي 40. طب انت هنا بتتهم الرئه بايه؟ اتهم الرئه بالمجهود المفرط، انت اشتغلتي بزياده، انت تخلصتي من سي او 2 ازيد من المتفق عليه، اهي. طيب وده معناه ريسبيراتوري الكالوزس. شوف الكلمه برضو زي ما قلت
في البوسيبيليتي الاولاني. الايرور يتكون من مقطعين، المقطع الاول السبب ريسبيراتوري، والمقطع الثاني النتيجه ريسبيراتوري او اللانج. عملت ايه؟ عملت في الحاله دي هايبر فنتيليشن، والهايبر فنتيليشن قلل السي او 2 بريشر. وفكر معايا، وما دام السي او 2 قل في الدم يبقى مش هيدوب في الميه، فهيقل تكوين الكربونيك اسيد، يبقى بالعكس الكالي هيعلى نسبيا، يبقى الكالوزس. البي اتش هتعلى عن 7.4. طيب نفس النظام بتاعنا، ايه الاسباب اللي خلت الرئه تشتغل بزياده تخليك تنهج قوي؟ اول سبب قلناه في فيديوهات البلد، هاي التيتيود، فوق قمه الجبل الاكسجين بريشر بيقل. ها فكر معايا، فيشتغل البيريفيرال كيمو ريسبتور، وده ذكرناه مع فيديوهات الريسبيريشن. يشتغل البيريفيرال كيمو اورتيك بادس وكاروتيد بادس، تعمل ايه؟ تبعت سيجنال بالفيجاس والجلوسو فارينجيال للريسبيراتوري سنتر، تقول له اشتغل بزياده، احنا عايزين هايبر فنتيليشن. الهايبر فنتيليشن ده نتيجته الكالوزس. ولو طالب شاطر يقول لي من العنوان ده يا دكتور انا ركبت كذا برانش، قلناه في البلد وقلناه مع الريسبيريشن في البريفرال كيمو ريسبتور، وكمان حضرتك شرحته مع الاكسرسايز، فاكر الاكليماتيزيشن تو هاي التيتيود، التاقلم على الاماكن المرتفعه. لو انت رايح منطقه جبليه، دوله جبليه، اول ما تنزل المطار عمال بتنهج، ايه ده؟ ايه الاكسجين بريشر القليل ده؟ انا لسه ما اتعودتش، محتاج من 3 إلى 7 أيام. ففي البدايه فيه الكالوزس، وافكرك باللي قلته في الريسبيريشن. وطالما الكالوزس، دورك ايه يا كيدني دلوقتي؟ قالت لا، الصوديوم بايكارب اللي انا عمال ازود امتصاصه ما ينفعش اعمل كده دلوقتي، هقلل الصوديوم بايكارب رياب زوربش. ده الكوريكشن اللي كيدني بتعمله. طيب نقطة تانية، هو ضروري انهج وانا في منطقة جبلية؟ مش شرط، ممكن انهج لو انا عندي حالة نفسية سايكيك هيستيريكال، هيستيريا احنا كمصريين عارفينها بالحكاية دي. يعني ايه هيستيريا؟ في واحد جواه توتر زيادة، مشكلة نفسية، بينهج بدون سبب، بينهج حتى الناس تقول له اهدى شوية، او الهيستيريكال ده بيعمل هايبر فنتيليشن يؤدي الى الكالوزس. ممكن الريسبيراتوري سنتر يشتغل بسبب الفيفر، حمى عالية، ستريس على الجسم، او انجزايتي. دايما اللي حرارته اعلى من 37 معاها ريسبيراتوري الكالوزس. طيب ده نقطة مهمة، نرجع للريشو. شوف انا ممشي كل ايرور بنفس النظام. الريشو السي او 2 بريشر هو اللي قل، السهم الاحمر بيعبر عن الخلل. طيب فاكر في النورمال السي او 2 كريشو كان 1، نفترض انه قل بقى نص، من 1 قل بقى نص. طيب سؤالي، تتوقع الباي كارب يبقى كام علشان نحافظ على الريشيو 20؟ تقول لي هنعملها برضو سيزر، مقص 20 في نص، يبقى كام؟ البايكارب هيبقى 10. ايه ده؟ البايكارب هيبقى 10؟ النورمال بايكارب بالنسبة لي من 22 إلى 26 ملي إكويفلنت بير ليتر، ده العادي. افريج 24،
انت النهاردة بتقولي هيبقى 10، ده يقل قوي. طب هيقل ليه؟ to compensate. ارجع تاني واقولك ان القاعدة ثابتة، لو في خلل في مكان قل الطرف الاخر يقل عشان النسبة تبقى ثابتة. علمونا في المدرسة كده زمان واحنا طلبة، عايز الريشيو تبقى كونستانت، احد الاطراف يتغير التاني يتغير زيه. انا كده اديت لك الاحتمالين، في الاسيدوزس زاد السي او2 بريشر، فالبايكارب زاد عشان يخلي الريشيو ثابته. طالما الريشيو بقت ثابته 1.3 اللي هي لوج 20، هجمعه على البي كي 6.3 يديني بي اتش 7.4. طب ما ده النورمال اللي انا عاوز اوصل. لو انت قدرت تعمل كده هنسمي الحاله كومبنسيتد ريسبيراتوري اسيدوزس او كومبنسيتد ريسبيراتوري الكالوزس. تو كومبنسيت يعني اعوض. ونرجع لنفس مبدأنا، السهم الأحمر إيرور السي أو 2 بيقل، البايكارب عمل كوركشن بالسهم الأسود والاتنين قالوا زي بعض، هو ده الكومبنسيشن بتاعي. لغاية دلوقتي أنا قلت احتمالين، ريسبيراتوري أسيدوزس أو الكالوزس، لسه باقي احتمالين كمان. بس قبل ما أقولهم في طالب هيسأل هو البايكارب قل ازاي؟ هقول له ما هو الكيدني قللت البايكارب ري ابزوربشن، فاكر البافرنج باي فوسفيت والامونيا قل. الكوركشن ممكن يحصل بكيميكال بافر ورينال، كلام ده احنا شرحناه. طب ناقص لنا احتمالين. الطالب اللي بيتابع دلوقتي يقول لي انا استنتجت الدكتور هيتكلم عن مين؟ عن الكيدني. ما احنا عندنا في طرفين، لانج اللي هي السي او 2 بريشر، تزوده او تقلله الخلل عندك. طيب البايكارب، البايكارب لو قل هتقول لي قل امتصاصه، يبقى العيب الكيدني ما رجعتوش، ما قدرتش تصنع جديد، يبقى يا دكتور هنقول رينال اسيدوزس. اقول لك هنقول مصطلح تاني، تقول لي ليه يا دكتور؟ ما هو الكيدني هي السبب، وانت لسه قايل لنا ان الكلمه بتتكون من مقطعين، العنوان الاول السبب والتاني نتيجه. هقول لك الكيدني هتكون السبب الرابع لنقص الباي كربونيت، احد الاسباب ولكنها ليست الاهم. بس في الاول تعال نقول مثال، سحبت عينة دم من الأرتري لقيت البايكارب 18، النورمال اهو من 22 ل 26 او كتب تقول لغاية 28. ايه ده البايكارب قل قوي؟ هفكر في ايه؟ هفكر في اسيدوزس، طبعا ده احتمال. في نهاية الفيديو انا هعمل لك التجميعة العامة، بس خلينا ماشيين واحدة واحدة دلوقتي. بايكارب قل، طيب البايكارب لما يجي يقل ده معناه ميتابوليك أسيدوزس. حطيت لك question mark لكي نتناقش سويا في الفيديو. دكتور ميتابوليك معناه ان في خلل في الميتابوليزم. اشهر مرض يزود الأسيدز في دمك مرض السكر، دايابيتس ميليتس. تعالوا نفتكر مع بعض فكرة اندوكراين بسيطة وعلاقتها ايه بالرينال. انا عندي سكر معناها الانسولين قل، تمام. ما عنديش اللي يدخل جلوكوز جوه السيلز، فالسيلز قالت احرق مين؟ ما فيش سكر احرقه، هو حواليا كتير بس مش حاسة بيه، نال عادي احرقي فات. دكاترة البايو هم اللي علمونا الكلام ده، قالوا ان في الحرق في اولويات، الاول كربوهيدرات جلوكوز، مش قادر تحرقه يبقى فات. طب حرقنا فات بالاكسديشن بقى ايه؟
بقى فاتي أسيد عادي، والفاتي أسيد بالبيتا أوكسيديشن وسلسلة تفاعلات كيميائية خدتوها في البايو يكون لي كيتو أسيدز. الله، كيتو أسيدز دول كانوا اتنين للي فاكر بايو، أسيتو أسيتك أسيد وبيتا هيدروكسي بيوتيريك أسيد. هتقول لي طيب الأسيدز زادت قوي، ايه علاقة الكيدني في الموضوع؟ ما هو الكيدني المفروض ترجع صوديوم باي كارب زيادة عشان يواجه الأسيد الزيادة، يحوله من سترونج أسيد لويك أسيد. فكرة اللي قلناها الفيديو اللي فات، يعمل شيفت الرياكشن تورز ذا رايت، هيدروجين بلس بفر. المشكلة الصوديوم بايكارب قليل، وحتى لو الكيدني طلعت صوديوم بايكارب سيتم استهلاكه في هذه المعركة. انت عايز تحوله من حمض قوي لضعيف، هستهلكك، الجيش بتاعك هتقل كفاءته. يبقى معنى كده الأسيدوزس سببه ايه في البداية؟ زاد الفيكسد أسيد أكبر من قدرة الكيدني على المواجهة. وطبعا بما انه ميتابوليك ايرور، خلل ميتابوليزم، هو أشهر سبب، قالوا هنسمي الديستربنس على اسم أشهر سبب ميتابوليك. في الطب مفيش حاجة في الدنيا بتيجي كده، كل حاجة وليها سبب. أنا اللي اخترت ده، ده السبب الأولاني. طالب قال الله انت لسه قايل ده الكيدني تيجي في المرتبة الرابعة، أمال فين التاني والتالت؟ السبب التاني، أنا بجري بشكل كبير سيفير اكسرسايز، حرقت جلوكوز في وجود أكسجين، الأكسجين بيخلص وأنا مضطر أكمل جري، جلوكوز هيتحرق في غياب الأكسجين، هيعمل لاكتيك أسيد واتنين اي تي بي. طب ما هو اللاكتيك أسيد ده ايه؟ فيكسد أسيد، الكيدني مطالبة تتعامل معاه، ترجع صوديوم بايكارب للدم. زاد الأسيد والصوديوم بايكارب مش قادر يواجه، فأدى إلى أسيدوزس. طب ما هو برضو ده ميتابوليك أثناء الجري. نقول حاجة تالتة، شوك. شوك معناها البلد اللي رايح للتيشوز قل، شرحناها مع فيديو كارديو فاسكولر سيستم قبل كده لو تفتكروا معايا. طب هو لما البلد فلو بيقل مش هقدر أتخلص من الميتابولايتس أو الويست برودكتس، فيعلى اللاكتيك أسيد برضو أكبر من قدرة البفر على مواجهته. رقم أربعة، رينال فيلير، الكلى فشلت تماما، مش قادرة تتخلص من اليوريك أسيد. حتى هنسميها اسم جميل، هقولك اسمها ايه، يوريميك أسيدوزس، بمعنى اليوريا زادت أدت إلى أسيدوزس. آه، ما هو اليوريا زادت في الدم نتيجة الكيدني فشلت في التخلص منه، وفشلت في التخلص من الهيدروجين أيون. عشان كده ما تستغربش إن أنا حطيت الخلل التالت والرابع بعنوان ميتابوليك، وادي الأسباب عندنا اللي قلناها. هتقولي طيب ليه لما زاد البروتين والفات انتيك حصل ميتابوليك أسيدوزس؟ ارجع للبايو، لما تاكل بروتين او فات انت بتزود فيكسد أسيدز، احماض ثابته ومش قادر اتخلص منها. الكيدني هي المسؤوله انها تتعامل مع الفيكسد أسيد دي، او قد يكون السبب توكسينز، البكتيريا بتطلع مواد سامة. المواد دي على فكرة ممكن تأثر على البلود فيسلز وتقلل الفلو، وبالتالي يتجمع ميتابولايتس، نفس الفكرة. طيب السبب التاني بقى في الميتابوليك أسيدوزس، نقص الصوديوم بايكارب شخصيا.
يعني الميتابوليك أسيدوزس مبنية على عنوانين كبار، يا إما زاد الفيكسد أسيد واستعرضنا الأسباب، يا إما قل الصوديوم بايكارب. طيب أنا طالب دلوقتي فاهم ومش حافظ، عايز أدربك على الفكرة دي، إزاي أعرف إن الصوديوم بايكارب قل؟ هقول لك حاجة بسيطة قوي. هو البايكارب مصدره جاي منين؟ تقول لي من تفكك الكربونيك أسيد. حلو. طب والكربونيك أسيد جاي منين؟ CO2 plus water عن طريق كربونيك أنهيدريز إنزيم. طب أنا لو منعت الكربونيك أنهيدريز إنه يشتغل، كربونيك أنهيدريز إنهيبيتور، منعت إنه يشتغل، فمنعت تكوين الكربونيك أسيد. تمام. فمنعت التفكك الى بايكارب، فمنعت امتصاص البايكارب، فنزل البايكارب في اليورين. شوف الفكره. يبقى دي اول حاجه. طب في حاجه تانية، انا بفقد بايكارب كتيره، العنوان اسمه لص، يبقى سيفير دايريا، اسهال شديد، وده قلناه مع فيديوهات الجي اي تي، او vomiting of intestinal content. خلي بالك من كلمة مهمة، لو طالب قال لي أنا بتآية أو برجع وخلاص أقول له غلط. ليه؟ أنت بتتآية إيه؟ بترجع إيه؟ لو أنت بتجيب اللي في معدتك اللي استومك فيها HCL، لما تفقده يحصل بالعكس الكالوزس. لكن أنا هنا وضحت لك، أنا بفقد الانتستينال كونتنت اللي فيها صوديوم باي كارب، يؤدي إلى اللص أو الفقدان. خلي بالك، وممكن يبقى رينال توبولر أسيدوزس. نيجي للريشو للمرة التالتة، كلاكيت تالت مرة، باي كارب على السي او 2. ملاحظ السهم الأحمر جنب البايكارب، هنا الايرور، الخلل اهو بالسهم الاحمر، وده المتفق عليه، الاحمر خطر ايرور. فالبايكارب كان المفروض يبقى 20 الى 1 سي او 2 بريشر، البايكارب اللي قل بقى 10، ال 20 بقت 10. طب سؤالي، تتوقع السي او 2 بريشر كويستشن مارك يبقى كام علشان يعوض؟ ايه رأيك؟ تقول لي شيء طبيعي، انا هنا هضرب 10 times 1 على 20، يعني المفروض السي او 2 بريشر يبقى نص. دكتور انا ملاحظ حاجة، البايكارب قل كخلل والسي او 2 بريشر قل كتصليح كإصلاح، يبقى ده ماشي مع كلامك، إذا طرف قل التاني بيقل زيه. تمام. طب سؤال الطلبة دلوقتي، بما إن الخلل كدني اللي هيعمل كوركشن هو الريسبيراتوري، يا ترى إزاي؟ هقول لك بمنتهى البساطة، مش الأسيدز زادت، سواء كيتو أسيدز أو لاكتيك سلفوريك فوسفوريك، تقول لي آه. طب وإيه رمز الأسيد؟ هتقول لي هيدروجين آيون. أقول لك طيب، هو الهيدروجين آيون بيعدي البلود برين بارير؟ تقول لي لأ، خدنا في الريسبيراتوري لأ، فالهيدروجين آيون يشغل الكيمو ريسبتورز أورتيك بادز وكاروتيد بادز البيريفرال، اللي هتشغل الريسبيراتوري سنتر بالفيجاس وجلوسو فارينجل، يؤدي إلى هايبر فنتيليشن. شوف العظمة بتاعت ربنا، ايه علاقة كيدني ايرور بريسبيراتوري كومبنسيشن؟ الفكرة مش مجرد ماثيماتيكال، عندنا معادلة، ده قل فالتاني قل زيه عشان الريشيو تبقى ثابتة زي الماس ايام زمان. طب ايه اللينك احنا بنقوله؟ طيب ده معناه السي او 2 قل تو كومبنسيت. بص معايا، وادي كلاكيت تالت مرة، الخلل في البايكارب اهو
سهم أحمر، فالسي أو 2 بريشر قل سهم أسود ككوريكشن لكي يحدث كومبنسيشن. هنسميها كومبنسيتد ميتابوليك أسيدوزيس. طيب قبل ما نيجي للاحتمال الرابع والأخير لازم نقول عنوان مهم، أنايون جاب. نفهم معنى العنوان وإيه علاقته بالميتابوليك أسيدوزيس. كلمة جاب معناها فرق، وآن نايون هما النيجاتيف آيون أتراكتد للأنود. عارفين زمان في سنة أولى لما قلتلك آن هو رمز للأنود، القطب الموجب للبطارية، دايما الأيونات السالبة تنجذب للقطب الموجب. طيب هتقولي أنا فهمت من معنى العنوان لغاية دلوقتي إن في نيجاتيف آيون عاملة فرق. عاملة فرق بين مين ومين يا دكتور؟ لسه مش فاهمين. هقولك ببساطة، كانوا زمان فاكرين لو حسبنا البوزيتيف آيونز كتركيز المشهورة وجمعناهم يساوي تركيز النيجاتيف آيونز المشهورة. هتقولي يعني ايه مشهورة؟ أنا عندي أربعة آيونز، اتنين بوزيتيف واتنين نيجاتيف. أهم اتنين بوزيتيف صوديوم وبوتاسيوم. الصوديوم ككونسنتريشن قلنا من 140 135 ل 145 ملي اكويفالنت بير لتر. انا همشي مع القيمه الاعلى في النورمال رينج 145. والبوتاسيوم كتركيز من 3.5 الى 5 ملي اكويفالنت، همشي مع الاعلى اللي هو بوتاسيوم 5 ملي اكويفالنت بير لتر. طيب تيجي نجمع الاثنين زائد بعض يساوي 150 ملي اكويفالنت بير لتر. طبعا ده الاساس بالنسبه لنا لو جمعنا الاثنين. طيب تعالى بقى على اشهر اثنين نيجاتيف ايونز، كلورايد وباي كربونيت. الكلورايد كتركيز 110 ملي اكويفالنت بير لتر، والباي كارب 24 ملي اكويفالنت بير لتر. تعال نجمع النيجاتيف ايون 134. ايه ده يا دكتور مش قد بعض؟ هم ده اللي كانوا فاكرينه زمان. قال لك الميجرد كاتاينز اللي هم صوديوم وبوتاسيوم يساوي الميجرد انايز. ايه ده بس في فرق؟ ايه الفرق؟ كام اهو الفرق؟ 16 ملي اكويفالنت بير لتر. تركيز الصوديوم زائد البوتاسيوم اعلى من تركيز الكلورايد زائد البايكارب ب 16 ملي اكويفالنت. فاستغربوا ال 16 دول جم منين؟ يبقى استنتجوا ان في ايونز احنا ما بنقيسهاش ودي تمثل ال 16 ملي اكويفالنت. بس قبل ما اقول لك مين هم الايونز دول، على فكره الجاب او الفرق ده ال 16 ده اعلى قيمه، هو يتراوح من 8 الى 16. هتقولي طب ليه من 8 ل 16؟ خلي بالك انا لما حطيت القيم حطيتها باعلى تركيز، قلت لك صوديوم 145، طب ما انا ممكن اجيب الاقل ال 135 والبوتاسيوم 3.5 او 4، اجمع الاقل كاتايون كونسنتريشن والاقل كانايون كونسنتريشن. قالوا ان الفرق من 8 الى 16. هتقول لي معنى كلامك الايونز اللي عملت الفرق اللي مش قادرين نقيسها هم نيجاتيف ايون فسميناهم انايون جاب، اي unmeasured anion leads to the gap. طبعا عندنا سؤالين ليك يا دكتور،
مين هم الـ unmeasured anions؟ ده السؤال الأول. السؤال الثاني، إيه أهمية إن أنا أفهم الجاب؟ نبتدي الأول. الـ unmeasured anions واحد من خمسة. لاكتيت لو زاد عندك يعمل زيادة في الجاب. بروتين، فوسفيت، ستريت، سلفيت، كلنا عارفين ان الكل دول شايلين نيجاتيف تشارجز، واحد من الخمسة دول. فطالب قال قبل يا دكتور ما نكمل عايزين نستنتج مع بعض، لو زاد اللاكتيت الفرق يزيد ولا لا؟ تقول لي طبعا، بدل ما يبقى 8 ل 16 ملي اكويفالنت الفرق بيكبر. طب هو امتى اللاكتيت يزيد؟ ما انت لسه قايلها، سيفير اكسرسايز او شوك او ليفر ديزيز، في مشكله في الكبد مش قادر يكسر اللاكتيك اسيد، ده مشكله عندي. على فكره في كمان كيتو اسيدز، ما هو برضو من ضمن الانينز، يعني الكيتو اسيدز دي برضو لو زادت في الديابيتس مرض السكر او ستارفيشن في المجاعات، احنا مش قادرين نحرق جلوكوز، احنا عايزين نحرق فات. هتقول لي ده مهم، ففاتي اسيد وبالاكسيديشن في النهايه يعمل لي كيتو اسيدز فيزود الجاب. عندنا كذا حاجه تزود الجاب. طيب تعالى بقى نشوف دلوقتي اهميه دراسه الجاب. ارجع تاني واقول لك، السهم الاحمر يمثل ايرور. شوف انا بكررها طول الفيديو. ال HCO3 تركيزه في الدم قل. طيب تتوقع الكلورايد يحصل له ايه عشان الفرق يبقى ثابت؟ المفروض ان الكلورايد زائد البايكار هنطرحهم من صوديوم زائد بوتاسيوم. هتقول لي لو البايكار بقل لازم الكلورايد يزيد عشان الفرق يبقى ثابت، ده شيء منطقي. يعني الباي كارب كام مثلا؟ 24، ده الافريج ملي اكويفالنت بير لتر. نفترض انه قل 4 بقى 20. طب اخبار الكلورايد؟ ال 4 ملي اكويفالنت اللي قال لهم الباي كارب يعلاهم الكلورايد. كلورايد بدل ما يبقى 110 لا يبقى 114. طب لو جمعت 114 زائد ال 20 يبقوا برضو 134، يبقى الفرق ثابت ولم يتغير اهي. وده اللي انا عملته، خليت الكلورايد يزيد، السهم الاسود كوركشن، والبايكارب قل، وهو ده الايرور. قالوا طب تعالى نسمي الكلام ده بعنوان بقى، ميتابوليك اسيدوزس. نقف شوية ونقول ليه قلت ميتابوليك اسيدوزس؟ لان الباي كارب قل، وده احد اسباب الميتابوليك اسيدوزس، اهو ده الايرور. طب الكلورايد زاد وخلى الجاب هي 8 الى 16. بص بقى العنوان، ميتابوليك اسيدوزس with normal anion gap، الفرق لم يتغير. كتب الفسيولوجي يحطوا على العنوان ده عنوان آخر بين قوسين، hypercholeremic acidosis، وده معبرة تماما. الكلورايد زاد to correct نقص البايكارب، يبقى العنوان صح، hypercholeremic اسيدوزس. اوعى تفهم العنوان غلط، الكلورايد زاد عمل اسيدوزس، لا، الكلورايد زاد لكي يصلح الاسيدوزس. دايما في قاعده في الفيزيكس وفي مقدمه الفسيولوجي، ايون نيجاتيف يقل ايون نيجاتيف اخر يزيد، التوازن الكهربي، الالكتريك بالانس. فهتسأل سؤال، طب وهو امتى الكلورايد يزيد؟
بروح انا ارد عليك لما البيكار بيقل. فتقول لي طيب وامتى البيكار بيقل؟ هقول لك انا لسه قايلها، يقل فيه كربونيك ان هيدريز انهيبيتور وسيفير دايريا وفوميتنج اوف انتستينال كونتنت ورينال توبولار اسيدوزس. يعني اذا الكوزس مش جديده بالنسبه لنا. طب نيجي لاحتمال اخر في الانايون جاب. المره دي البايكارب قل زي اللي فاتت، ولكن الفرق هيزيد. التمانية لستاشر ملي إكويفالنت أنايون جاب هيعلو. فسألت سؤال، متى يزداد الفرق؟ تقول لي الفرق أكيد يزيد لو الكلورايد بقى ثابت. تخيل دي 110 زي ما هي والبايكارب بقى 20، 20 و 110 130، ده كان المفروض يبقوا 134. فطالما انا ثابت والبايكارب قل انا ما عوضتش حاجه، فشيء طبيعي الفرق هيزيد. الصوديوم زاد البوتاسيوم زي ما هم 145، ودول لما اتجمعوا على بعض طبعا الفرق هنا ايه 110 زائد 20 130، فهتلاقي ايه ده الفرق بيزيد. طيب عشان كده بنقول لو الكولرايد كونسنتريشن از كونستانت، وهنا هنسميها اسم ميتابوليك اسيدوزس برضو ان البايكارب قل، بس المره دي ويز هاي انايون جاب، الانايون جاب عالي. طب اسميها ايه؟ نورمو كولي ريميك. نورمو يعني نورمال، كلور كلورايد، نورمال كلورايد كونسنتريشن في الدم، انا طبيعي زي ما انا ما اتغيرتش ما عوضتش حاجه، وبالتالي في اسيدوزس موجوده. عايزك تخلي بالك في نقطه مهمه، دايما كوركشن المشكله في الكيدني قلنا ريسبيراتوري او بفر، ما عدا في اليوريميك اسيدوزس اللنج مش هتقدر تعمل كومبنسيشن 100%، اخرها 75% كومبنسيشن. في سؤال انا مره اتسالته من طالب وكان سؤال حلو، قال لي يا دكتور انت قلت ان دور الريسبيراتوري مودريت افيشنسي، كفاءه متوسطه، يعني ايه؟ قلت له ما تقدرش ترجع الامور 100% زي النورمال. عارف ليه؟ اللنج بتعمل هايبر فنتيليشن، الهايبر فنتيليشن هيقلل السي او 2 بريشر، ولما السي او 2 بيقل هيقل عبوره من خلال البلاد برين بارير، ويقل الكربونيك اسيد جوه السي اس اف، فيقل التفكك للهيدروجين ايون، فما يشتغلش السنترال كيمو ريسبتور فيتوقف مركز التنفس، يؤدي الى ابنيه. يعني انا بنهج عشان اتخلص من الاسيد، بس خلي بالك انا ما اقدرش انهج لما لا نهايه، لان انا قلت لكم في الريسبيريشن في حاجه اسمها بريكنج بوينت، نقطه الكسر، ما تقدرش تنهج على طول. Any hyperventilation is followed by apnea. قاعدة نبروزها النهاردة. طيب النورموكوليريميك أسيدوزس إيه أسبابها؟ نفكر وما نحفظ. الفرق زاد يبقى أكيد الـ unmeasured anions زادت، كيتو أسيدز زاد في ديابيتس وستارفيش، لاكتيك أسيدوزس، رينال فيلير. ابتدي بقى جمع الخمسة unmeasured anions وتسأل نفسك يا ترى كل واحد فيهم زاد في انهي حالة، يبقى ده بيجاوبني على سؤال high anion gap. ده نقطة اساسية. نيجي للاحتمال الرابع والاخير. الاحتمال الرابع
الباي كارب يساوي 40 ملي إكويفلنت بير لتر. إيه ده؟ الباي كارب زاد قوي، لأن النورمال من 22 إلى 26 ملي إكويفلنت بير لتر. نفكر، زاد الباي كارب، هسمي الموضوع إيه؟ ميتابوليك الكالوزيس. الكيدني بترجع صوديوم بايكارب للدم بزيادة. طب سؤال، هو الصوديوم بايكارب زاد نتيجة القلوي شخصيا زاد، ولا الأسيد قل فالألكالي زاد، ولا الاحتمالين؟ طالب هيقول لي هو الاحتمالين، عاملة زي فكرة الميتابوليك أسيدوزيس بالظبط. هنا نقدر نعرف المشكلة اهي. المرة دي أنا عملت فوميتنج، أنا رجعت جاستريك جوس، أنا فقدت HCL، أنا فقدت أسد، يبقى الألكالي نسبته هتعلى، يبقى الكالوز، أو أنا واخد أدوية الكالايزنج دراجز، أدوية قلوية. هديك مثال بسيط، صوديوم باي كربونيت. الناس اللي عندهم قرحة بيبتيك ألسر بياخدوا مضاد للحموضة، بديله فوار أبيض كده، هو صوديوم بايكارب، هو ألكالي، فالألكالي بيعلى عشان يواجه الأسد اللي عنده المشكلة المزمنة، فأدى إلى الكالوزيس. طيب تعال نفكر مع بعض، ألكالي عالي، يا ترى في هرمون ليه علاقة؟ تقول لي ألدوستيرون. هنا بقى أفكرك، قلناها رينال وإندوكراين. الألدوستيرون بيعمل صوديوم ريأبزوربشن ويتخلص من البوتاسيوم والهيدروجين، يعني بيعمل هيدروجين سكريش. طالما بتخلص من الأسيد يبقى بالتالي الألكالي في الدم هيعلى، الكالوزيس. عشان كده إكسس ألدوستيرون يعمل الكالوز. فطالب قال لي طب وليه تقول إكسس ألدوستيرون، ما تحط بقى اسم السندروم. كونز سندروم. ارجع للإندوكراين، الكونز البرايمري هايبر ألدوستيرونيزم يؤدي إلى الكالوزيس. طب ولو الألدوستيرون قل، هدي مثال بسيط، فاكر لما قلنا في الأديسون الكورتيزول هيقل، فهيقل شغله كويك ألدوستيرون لايك إفكت. يبقى أنا لو مريض أديسون ألدوستيرون عندي مش شغال، وبالتالي إيه اللي هيحصل؟ تقول العكس، الهيدروجين آيون مش هيحصل له سكريشن، هيعلى في الدم، يؤدي إلى ميتابوليك أسيدوزيس. كلام ده مهم جدا. طب أنا عندي سؤال ليكم، طب ليه الأسيدوزيس عملت ميتابوليك الكالوزيس؟ أنا لو زاد الهيدروجين آيون في دمي إيه اللي يحصل؟ تقول لي هنتخلص منه أكتر من البوتاسيوم اللي في الدم. فاكر لما قلنا الفيديو اللي فات وكل الفيديوهات اللي فاتت، بوتاسيوم and hydrogen compete together، يتنافسا سويا، من فيهم هنرميه الأول في اليومين. لو زاد الـ H plus يبقى هو secreted، والبوتاسيوم هيفضل في الدم. تخلصت من الهيدروجين آيون في الدم، تخلصت من الأسيد، يبقى الكالوزيس. ودايما نخلي بالنا مع الأسيدوزيس سيحدث هايبركاليميا، والعكس صحيح. طيب نيجي للريشيو بتاعتنا كلاكيت، رابع مرة، رابع ايرور، البايكار بزاد سهم الأحمر، بدل ما يبقى 20 لا بقى 30. فسؤالي ليك، تتوقع السي او 2 بريشر يبقى كام عشان الريشيو تفضل ثابتة عند 20؟ قول لي عادي، 30 هضربها في 1 على 20، دي كأنها 20 على 1. يعني معنى الكلام ده
CO2 بريشر هيبقى 1.5. ملاحظين حاجة؟ زاد البايكارب كايرور فزاد CO2 بريشر كcompensation. يعني إذا أنا طول الفيديو مثبت قاعدة وبحط عليها أربع أمثلة، أنا ما غيرتش كلامي. إذا حدث زيادة في أحد الأطراف كخلل، الطرف الآخر يزيد يعوض، وإذا حدث نقص في أحد الأطراف كخلل فالطرف الآخر يقل علشان يعوض. هي دي الفكرة في منتهى البساطة. ففي النهاية نلاقي زاد البايكارب كإيرور سهم أحمر، زاد السي أو 2. هتقولي يعني إيه زاد هنا بقى السي أو 2؟ يعني اللنك ها تعمل إيه؟ تعمل هايبو فنتيليشن. أقول لها يا رئة ما ينفعش تنهجي، قللي النهجان شوي. طالب يقول لي طب أنا عايز ميكانيزم فيسيولوجي، أقول له عادي، مش البايكارب زاد نتيجة إن الأسيد قل؟ يقول لي آه. أقول له طب هنعكس كلامنا، ديكريز نقص هيدروجين أيون، يبقى هيقلل الاستيميوليشن للبريفرال كيمو ريسبتور، فهيقل شغل الريسبيراتوري سنتر، فيحدث هايبو فنتيليشن. الفسيولوجي ممتع لما يتفهم، لكن لما تحاول تحفظه هتنساه. فلازم تبقى فاهم أساسيات وعلى أساسها نتكلم. إن شاء الله الفيديو القادم هندي مسائل، ندي كيسز أبليكيشن على أسيد بيز ديس أوردرز، هديك مسائل متنوعة وبأنايون جاب. فعايز إن شاء الله الطالبة تشوف الفيديو رقم 13، لأن الفيديو 14 تعالى نعمل أبليكيشن بقى على الكلام اللي احنا قلناه كتطبيق. فاديلكم وقت تشوف الفيديو تذكروا تفهموا، ثم نعمل أبليكيشن مع بعض إن شاء الله. في نهاية هذا الفيديو أنا اتكلمت على معادلة الـ pH ومحور الأحداث الريشيو 20 to 1، هي دي اللي بتتغير. وعرفنا في كل ايرور لازم أعرف مين المشكلة، السبب كان إيه، إزاي يحصل كومبنسيشن، وده مهم جدا. اتكلمنا في الميتابوليك أسيدوزس على الأنايون جاب، وقلنا يعني إيه جاب، وإمتى الجاب ده يزيد وإمتى يبقى طبيعي. في نهاية الفيديو حقول جملتين، إذا زاد CO2 بريشر يبقى ده معناه ريسبيراتوري أسيدوزس، فلازم البيكارب يزيد يعوض. وإذا قل CO2 بريشر ده معناه ريسبيراتوري الكالوزس، فلازم البيكارب يتغير عشان يعوض. طب لو ميتابوليك، لو قل الصوديوم بايكارب يقل السي او 2 بريشر عشان يعوض، واذا زاد صوديوم بايكارب لازم يزيد السي او 2 بريشر عشان يعوض. في النهايه الفيديو اللي جاي هرد على السؤال اللي انتوا اكيد هتسالوه، يا دكتور السي او 2 بريشر ممكن يزيد كايرور وككومبنسيشن، اعرف ازاي ان ده ايرور او كومبنسيشن؟ هتعرفها معايا من خلال المسألة. بإذن الله انتظر وتابع معايا الفيديو رقم 14 في الرينال لكتشرز Problems on Acid Base Disorders. كان معاكم دكتور محمد فايز.